اسمع برجك اليوم شو يقول. الله، في ناس تحب تكون في مجال الشهرة، يعني تنشهر في مجال معين. والأبراج أكيد كل برج عنده شيء يكون هو المتألق فيه. تبي خاصة طالع تقول إيه أكيد 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 أنت أكيد برج الجدي، أكيد أنت القوس، أكيد خلاص. واضح كتاب العنوان. أيوة. فاليوم يلا بما أنه هو ويكند وأكيد راح تتيمعون وبتشوفون وايد أوادم وايد ناس، فنقول لكم اليوم بالضبط كل برج بالضبط شنو يشتهر فيه أو المجال المشهور اللي ماخذ فيه الكاس. حلو. نفتح الباب. ليش ضحكت؟ أنت تدري أنا صح أقول صح؟ أدري والله. نفتح الباب مع لأنه خميس مع الحلوين. تقضبوا. برج الحمل. برج الحمل أنتم مشهورين في أن أنتم يعني وين المنصات، وين الندوات الثقافية، وين في ورش، وين في حلقة نقاشية وحوارية، بوك كلاب، أول ناس قاعدين موجودين. ما تهزين أخوي برج الحمل. الحمل لأن يحب كذي يكون عنده فلسفة في الحياة. حبيت فوزون. برج الثور أنتوا دائما تبتدون أول شيء بهذه اللي تسخن صوتك لأن أنتوا مشهورين بالغناء. يا شو هذا شنو هذا؟ طبعا كلنا شاز أدري بس ما يخالف، أموركم زينة. عندنا الجوزاء اللي بمليون شخصية بيكون مشهور بالتمثيل علشان يبدع بالشخصيات. عشان شنو مرة ثانية؟ يبدع في الشخصيات بس المختلفة. يبدع في الشخصيات. برج السرطان عاد انت شيء ثاني، واعتقد الناس يحبونك ويدورونك لما يصير في تجمعات أو يكون في رحلة فيها تطوع، لأن انت من أكثر الأبراج اللي تنشهر في حبك لأعمال الخير. احنا مني في سيرة الأبراج دائما نشوف منو دار مدارنا منو من هذا البرج، فالأسد على طول نطالع ساهر ونقول له شنو قاعد يصير اليوم، فقلنا إدارة الأعمال شيء طالعنا بنظرة شيء. أنا إدارة أعمال؟ أنا؟ يمكن أنت الأسد الوحيد يا برا القطيع، عمل الأسود الثانية فأمورهم زينة كلكم. بس لأن أنت الأسد المفروض أن أنت مسيطر على الغابة. المفروض دير أمور الغابة. ساهر هاليومين ما له خوي الغابة، صل هذه الغابة. أما يمكن اللي بتشوفون فيلم، بتطالعون شيء، بتروحون مكان وما تبونه ينقد، هذا بيكون برج العذراء لأنه بيمشي وينقد. وأنا بتكلم عنك وأتوقع أنت يعني الكتاب مبين من عنوانه. برج الميزان ما أعتقد أن أي أحد رح يختلف على الكلام اللي بنقوله، لأنه فعلا 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 أنت اللي الشيء اللي تشتهر فيه والمجال اللي ناسبك ومفصل عليك تفصال هو مجال القانون والقضاء. والله العقرب أنت ما بعت وايد، لأن أنت شخصيتك تحب الغموض وتحب الأمور هذه، فأنت تشتهر انك انت تكتب الافلام وتخرج الافلام البوليسيه اللي دائما فيها غموض، فبالضبط هذا وضعك. أوكي. اي واحد شاطر في مجال اليوتيوب ويكون في السوشيال ميديا ويلف دار مدار العالم ويبي يطلع بيكون من برج القوس. وين يحق البرج اللي كل انواع الشوكليت والحلويات اللي في العالم اللي هو جمال الدنيا كلها؟ برج الجدي. يا سلام عليكم يا ربعي، أشوف أتمقل بس طلع. لا لايق عليكم. لايق لأن المجال الوحيد اللي يلوق عليك يا برج الجدي مجال البورصة والأسواق المالية. ساهر قبل شوية الأسد بروحك، أنا الجدي اللي وياك اللي ما له شغل. معاك بس نسفتي ترى تبين إن أنا راعي أسهم. صح بغيتي ولا حلو هايد. أما برج الدلو، قالوا هديت كل شيء رايحك هذا الشيء، يلا زين برافو عليك. هو وايد مشهور انه يحب سوالف الفضاء وعالم الفضاء وودي يكون رائد فضاء. اما برج الحوت فهو بيكون ممثل بس في مجال المسرح. اوه مو اي مكان بعد.